فتاة أمريكية تعطلت سيارتها في طريق مقطوع في ولاية نيوجيرسي، واكتشفت أنها نسيت في البيت حقيبتها التي فيها هاتفها والنقود، فظلت واقفة في الطريق لا تعرف كيف تتصرف، إلى أن لاحظ وجودها شاب جالس على حافة الطريق يقرأ كتابا، ويبدو من ملابسه وهيئته أنه من الفقراء. فقام هذا الشاب وتقرب من الفتاة وسألها إن كانت تحتاج شيئا، فخافت منه وظنت أنه من المتشردين أو المجرمين، وقالت لا أحتاج شيئا. رجع الشاب إلى مكانه وظل يقرأ في كتابه، وبعد قليل وجد الفتاة واقفة في حيرة، فعاد إليها وقال أنا متأكد أنك تحتاجين مساعدة، أرجوك أن تثقي بي. وبعد إلحاح شديد منه وخوف منها قالت له استنفذت الوقود من سيارتي، فقال لها حسنا انتظري داخل سيارتك وسأعود بعد قليل. تضاعف خوف الفتاة من الشاب وظلت جالسة داخل سيارتها تنتظر المجهول، إلى أن عاد بعد نصف ساعة وبيده خزان صغير فيه وقود، فأسرع وفتح خزان سيارتها وقام بتعبئته. كل هذا والفتاة جالسة في سيارتها، وبعد أن أكمل التعبئة اتجه إليها وقال لها أنا آسف لم يكن لدي سوى 20 دولارا، ولكني أعتقد أنها كافية لإعادتك سالمة. بكت الفتاة وطلبت منه أن يركب معها إلى بيتها كي ترد له النقود، فقال لها لا يهم إن هذا المبلغ لم يكن لي من الأساس، فشخص آخر أعطاني إياه ورحل دون أن أطلب منه ذلك. رحلت الفتاة وصممت أن تعود إليه بالمال وبملابس جديدة، وحين ذهبت إليه سألته عن اسمه ومهنته، فعرفت منه أنه مسلم من إفريقيا يبحث عن عمل منذ فترة،